أهلا بالأحباء الأعزاء الكرام، معكم ليلى في أمريكا. Hello all my good friends, this is Leila in America. Today I'm gonna talk about a little bit about salad. Meantime I'm gonna say something about subject. المهم اليوم عندي واحد سالاد ليكم very healthy. كما تتعرفوا الكيكامبر الخيار مقطع دوار. احنا ما تنساو حتى حاجه، كلشي تيجينا باكيتشز يعني بالميكات، غير تنخلطو وصافي. بغيت نقول لكم هاد لا غوسيت بنينه جدا، ولكن بغيت نعطي واحد النصيحه ديالي على لي ريستورون ولا هذيك. كحنا مسلمين اللي تيحتفظ ما تيبغيش ياكل شي حاجه مخلطه، اللي هو كديني او اللي ما عنده غرض، تسبق دائما الحريه الاخرين. المهم هذا الخيار خصو يتقطع بحال هكا كما تشوفوه، دواور ومحيد منه داك الزريعه ديالو ومقطع بحال هكا، والقشور ديالو راه فيه دي فيتامينات. سو غير قلبوا وغادي تعرفوا ان ما غاديش مقنعق على بزاف ديال دي فيتامين. وتتعرفوا الخيار فيه واحد الهامباتش ديال الفيرمن، فيه بزاف ديال دي فيتامين. والبصل كما تنقول البصله الحمراء بالضبط، مش بحال هكا مقطعه او مشده، يمكن هما تقطعوا بلا ماشين، ولكن يمكن لكم تقطعوا طريفه صغيره. اوكي توميتوز، اوكي هولد اون. المهم حطيت استسمح، حطيت البصله كما قلت لكم مطيشه مدوره، وحطيت ديال هذاك تقدروا تحطوا ديال البسباس، تنقيو داك الربع ديال البسباس تقشروه هكاك، اولا السيبولات. اما بالنسبه للاصوص تنصحكم، انني قريت فيها الوايد، فيها داك الروج الاحمر، دونك من احسن. كحنا تنصومو مسلمين، ما ننصحش بنادم يمشي لي ريستورو ما تيعرفش شنو كاين تماك. دونك ملي تبغوا تحطوا هاد لي سالاد هادي فري هالطي ومزيانه، حطوا فيها غير المليحه، البزار، الخل، زيت العود، وطربوها مزيان. وهادشي اللي غادي ننصح بكم. بالنسبه للاخرين حريه ديالهم كامله. انا تندوي دابا مع الناس اللي هما تيصليو اولا متبعين فروض اسلاميه. ما ننصحكمش تاخذوا من لي سوبر مارشي اي سلاطين تيكونوا فيها، سيرتو اللي هنايا عندنا في الغربه تيكونوا مخلطين فيها الكحول. انا هذه نصيحتي لكم والحريه للاخرين. هذا الشيء اللي بغيت نقول انا في هاد النصيحه. ما تتعرفوا هاد لا سالاد ديال الكريك سهله، ماشي شي حاجه ولا هكا، وفي النهايه ديال هي تجي هكا، خلطوها غير بالمليحه والبزار والبزار الابيض وشويه الحامض والخل وزيت العود، احسن لكم. all my good friend stop to buying Greek cucumber salad. It's very very healthy and very nice. هاد الشيء اللي بغيت نقول انايا بالنسبه للناس اللي يشلو اي حاجه، دائما قول لهم تقراو لكم شنو في لا غوسيت، باش الا كنتو الناس اللي متدينين دونك يقدروا ياخذوا شي حاجه بالخطا، او لا مشيتو للريستورو يقول لكم شنو فيها المكونات ديالها. من احسن انا تنقول لكم تفاداو الماكله ديال الزنقه، من احسن ديال الدار. ما تعرفوش شنو مخلطين فيها، اللي عنده السكر يقدروا يحطوا لكم السكر حتى هي فيها. المهم انا حيت قريت لا غوسيت و داكشي علاش بغيت نعطي هاد الفكره، بغيت نعطي هاد التنبيه هذا.
ولا اختيار لكم والحرية لأي واحد. أنا غير تنبه الناس اللي هما تيصليو بحالي، الله يقبل منا ويقبل منكم، اللي هما تيتجنبوا شي حاجة اللي هي فيها الحلو فيها الخمر. هذا اللي غادي نقول هو الحرية الآخرين. أنا ما تندخلش في الـ في الـ في الأشخاص في العقلية ديال عباد الله، ولكن حبيت نعطي الفكرة ديالي للناس الآخرين بحال هكاك. إنما إذا تكوني في الزنقة ما تعرفيش شنو تاكلي تتاكلوا. يعني رمضان كريم، وبغيت ان شاء الله نبقاو معايا في الفيديو الجاي او لايف فيديو. بغيت نهضر على المحتوى ديال نيفا. نيفا ما بغيتش نجبدو في الصالاد، والله لا ما بغيتش نجبد نيفا فهاد الصالاد. ايوا الا سمعتوا هاد الفيديو قولوا لي شنو قلت في الاخر. ثانك يو او اي لاف يو او ثانك يو. ما تنساوش تحطوا كما قلت لكم البسباس او لا سيبوليت، تعطي واحد الريحه زوينه. مايك وات يو تول مي ذات ذا ارب اوريغانو تو اوريغانو دريسنج، بات ذا وان ذي هاف ا سمال ذا جرين وان دروب. ها او ديل اوكي ديل، يعني ديل ولا سوبيلات ولا ديال بسباس. هذاك الربيع نقيوه وقطعوه شنتفوه، راه كيما تيجيكم خضر هكا في واحد الريحه زوينه ديال. و هذا الشيء اللي بغيت نقول لكم هو الاوريغانو حتى هو حطوها فيها. ثانك يو او اي لاف يو او باي، مع السلامه. لا تفكروا ما تنساوش غادي ندير معكم واحد الموضوع ديال نيفا. نيفا 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 يا لا يا نيفا.